كنعطيوها الكلمة باش تقوم بإلقاء هذه المحاضرة حول طب الأسنان من خلال مخطوط الكامل في الصناعة الطبية لابن عباس. بسم الله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساءكم مفعم بالود، حافل بالعطاء العلمي. وأخص جمعكم الكريم هذا بتحية خاصة من ربى نجد وأرض الحرمين الشريفين إلى المؤتمرين من المؤرخين والأطباء المجتمعين في أرض فاس، أرض التاريخ والأصالة. إذا لم تزر أرض فاس ركابنا، فأي ديار بعد فاس نزور؟ ديار خصها التاريخ من قدم، فجاءت لجمعنا بالترحاب والجود تسير. أحيي اجتماعنا العلمي هذا الذي هو إضافة حقيقية للمعرفة الإنسانية. موضوعي كما هو معروض أمامكم طب الأسنان من خلال مخطوط الكامل في الصناعة الطبية المعروف بالملكي لابن العباس. علي ابن العباس ابن المجوسي، لقب بذلك لأن أحد أجداده كان مجوسيا. وقع اختياري على هذا الموضوع لأن المخطوط لم يحقق، فعملت جزءا منه، عفوا، الجزء الأول طب الأطفال من خلال المخطوط، وهذا هو الجزء الثاني. ازدهر الطب الإسلامي واشتهر أطباء مميزون خلال القرون الثلاثة الثاني والثالث والرابع الهجرية. من الأطباء المتميزين في صناعة الطب أبو العباس علي بن العباس المتوفى في القرن الرابع الهجري، فهو الذي صنف مخطوط الكامل في الصناعة الطبية ولم يحقق بعده. وقد وقع الاختيار على دراسة جزء منه وهو طب الأسنان لندرة الكتابة، وعنوان البحث إلى خلال مخطوط الكامل في الصناعة العباس، وتم تصنيف الأمراض كما وردت في المخطوط والتعريف بها وبعض النباتات واستخداماتها. وقد اشتهر المخطوط الذي لم يحقق وعرف بالملكي، صنفه للملك عضد الدولة البويهي فنال ابن ركن الدولة أبي علي بن بويه، وقد أشاد به بعض الأطباء ومن بأصيبع أنه جليل مشتمل على أجزاء الصناعة الطبية علمها وعملها، والقفطي الذي وصفه بأنه اشتمل على الطب وعمله وحسن الترتيب. ابن العباس ولد في منطقة الأهواز في إقليم فارس، ولم يعرف تاريخ ميلاده إلا أن وفاته كانت في حدود عام 400 هجرية 1010 ميلادية. قال عنه القفطي بأنه طبيب فاضل كامل فارسي الأصل يعرف بابن شيخ فارسي يعرف بابن ماهر، وطالع واجتهد على تصانيف المتقدمين. هل المشكلة في الميكروفون أم في مسك؟ الله يقربتنا. المرض الأول وجع الأسنان من حرارة، يقول أن علاجه أو الدواء له المضمضة بالخل وماء الورد وقليل فور أو بماء السماق مع قليل من لسان الحمل أو أخذ شيء من ورق الدلب وثمرة الطرفة، ويطبخ بالخل ويتمضمض به. يفسد المريض القيفال، وهو عرق في الجانب الوحشي عند المرفق، وتسميه العامة عرق الرأس. والقيفال يقال أنه إذا فصده المريض يجذب الدم من الرأس وينفعه من أمراض العينين، وينبغي في هذا العرق خاصة عند الفص. تركبيه باش ما يبقاش هنا يعني
هنا. شكرا. شكرا لك. ان شاء الله توقفنا كثيرا. خلينا نمسك اليد ما هي مشكله. وقال انه ينبغي في هذا خاصه العرق خاصه عند الفصد ان يفصد غرزا بالمبضع الزيتوني او بالمبضع العريض الريحاني، لانه اسلم العروق كلها، لانه ليس تحته شريان ولا عصب، ويجب عند الفصد تجنب راس العضله فقط، ويطلب الجزء اللين، يقصد النزول الى اللحم تحاشي العضله. والفصد طبعا اخراج الدم الفاسد من الجسم، ويقال انه مفيد جدا لانه يحافظ على صحه الانسان، وهو في الوقت الحاضر اللي هو التحليل، اخذ الدم للتحليل، يعني البعض يخاف يقول خلص دمي، هو بالعكس يقولون انه ظاهره صحيه التحليل، طبعا الاطباء اعلم مني، لكن هذا الذي انا اعلمه على حد علمي البسيط. هذا بالنسبه للقفال، وهو عرق في الجانب، يقولون في الجانب الوحشي من الذراع او اليد. وشعبة أخرى من القفال تسميها العامة عرق البدن، هذا يسمى الجانب الوحشي أو يقع في الجانب الوحشي من الذراع واليد. الثاني أنه في الجانب الأنسي ويسمى الإبطي، يعني منطقة الإبط. الوحشي أنا لا أعلم ما يقصدون بالوحشي، المهم أنه جزء من الذراع. طريقة إخراج الدم عن طريق قطع الوريد جراحيا مثل ما قلنا، مثل عملية التحليل. ذكر الرازي أنه ينبغي عند فصد القفال أن ينزل عن العضلة مثل ما قلت لكم نحو اللحم، ولا يفصد صيفا. لا أعلم هل هو من أجل الحرارة، الأطباء أعلم من ذلك. بحثت لماذا، ما هو السبب، لم أجد إلى الآن، لكن سأبحث إن شاء الله. والقفال يصلح فصده لما فوق الترق، وهو الرأس والوجه كله، لأنه يقولون هو خاص بالرأس. فإذا كان المرض متكررا اللي هو اللثة الحمراء، يقول ابن العباس أنه يسهل بالهليلج والصبر وماء التمر الهندي والسكر خلط. هو ابن العباس يعني أصبح خبيرا في الأدوية المفردة والمركبة. أما وجع الأسنان من برودة، تدلك الأسنان بأيارج، ويقال أنه مفرده أيارة أو إيارة بالكسر وبالفتح أيضا، وتفسيره الدواء الإلهي، هذا كما ورد عند الفيروزابادي، ولا أعلم لماذا سمي بالإلهي، هل هو يقصدون فيه القراءة أم الرقية؟ لا أعلم لماذا قالوا الإلهي حقيقة، يعني سوف أستفيد من مداخلاتكم جزما. وجع الأسنان من برودة، التمضمض بماء العسل المطبوخ فيه الزوفة والفوتنج، هذه كلها أعشاب سوف أعرضها لكم إن شاء الله. أو يمسك بالفم خلا مطبوخا فيه حب الغار معروف هذا وورقه، أو نوى المشمش أيضا معروف، وملح يدق ناعما ويعجن بخل ويوضع بالضرس، أو زنجبيل يطبخ بخل وعسل ويوضع بالضرس، أو تدلك به الأسنان. وجع الضرس، يحشى الضرس بشونيز ناعم أو شونيز اللي هو الحبة السوداء، فيسكن الوجع أو الخل، والملح يوضع في الفم وتمسك بالفم والملح يوضع في الفم ويمسك في الفم فيسكن الوجع. الخل للتبريد والتلطيف، والملح تحليل وتلطيف وتجفيف الرطوبة، وإذا لم يسكن الوجع يتم الخلع. فهو حاليا أيضا مستخدم في طب الأسنان اللي هو تمضمض بالماء والملح خاصة. فالأضراس المتآكلة، يوضع دواء يفتت الأضراس المتآكلة، يوضع بوضع لبن التين، سوف أعرض عليكم صورة إن شاء الله، وحلتيت منتن فيفتت الضرس. أنا نسيت أن أعمل أنا اللي أعلمه أنه يوجد حلتيت واحد ورائحته كريهة، لكن هنا ذكر ابن العباس أنه يوجد حلتيت منتن وحلتيت طيب، هذه أول مرة أنا أسمع فيها، سوف أستفيد أيضا من مداخلاتكم إن شاء الله. الزيادة في تأكل الضرس، دواء يمنع الزيادة في تأكل الضرس بأخذ بنج ومر أفيون وميعة وأفيون وفلفل وحلتيت طيب، الأول منتن هذا طيب، يدق ناعما ويعجد بعقيد العنب ويوضع في الضرس المتأكل فإنه ينفع. نبات الأسنان أو ظهور الأسنان للصغار، دلك اللثة، هذا اللي أنا عجبت منه، دلك اللثة بالزبد أو بدماغ الأرنب أو مخ عظامه. مخ عظامه معقول، معروف العظام المخ يطلع منها، لكن بالدماغ
يعني انا حطها، انا استكثرتها، لكن طبعا هو طبيب ومشرح، مع اني انا شرحت الارنب. انا كان تخصصي الاول علم نفس، وحولت تاريخ، اخذت بكالوريوس تاريخ وكملت تاريخ لاني احب التاريخ. صح انا شرحت ارنب، شرحت ضفدع، شرحت فأر، لكن العصب كله شرحنا، شفنا الدماغ، لكن لم كنا نتوقع ان الدماغ له اهميه في العلاج حقيقه. الخدر الذي يسمن الضرس، يقصد فيه انه يعني ينتفخ منه الضرس. مضغ البقلة الحمقاء اللي هي تسمي الرجلة، أنا ما أدري ليش يسمونها حمقاء، في ناس كثير يحبونها ويطبخونها ويأكلونها، لماذا تسمى الحمقاء لا أعلم. أو وضع الملح الجريش الخشن ويدلك به الأضراس، أو يمسح عليه دهن زنبق، أو يمسك دهن لوز حلو في الفم، أو يمضغ علك الأنباط. العلك نوع من صمغ الشجر كاللبان، اللبان اللي نمضغه حالياً فلا يذوب. وعلك الأنباط يقال أنه العلك الخاص بشجرة الفستق، ولونه أبيض وطعمه فيه شيء من المرارة، ويلقيه الشجر من شدة الحر وهو حار يابس في الدرجة الثالثة، يحلل وينقي الأوساخ وينفع الحكة العتيقة ويجذب البلة من داخل الجسد. هذا كلام ابن البيطار. من جميل ابن العباس أنه يستفيد من آراء الأطباء الآخرين ويتداول معهم. الأسنان الضعيفة المتحركة، ما كان منها بسبب كسر السن فلا دواء له، وهذا في الوقت الحاضر دائما يقولوا لنا ما دام في كسر خلاص لا ينفع لكم لا كراون ولا غيره. الأطباء الأسنان يفيدونني إن شاء الله. وما كان عن رطوبة العصب واسترخاء اللثة فهو يحتاج أدوية مجففة قابضة مثل شب الحمرة والكزمازج وجل نار من كل جزء، من كل جزء، وورد أحمر جزئين، ودق الجميع ناعما وتدلك به الأسنان واللثة. تقوية الأسنان وشدها يؤخذ قرنفل ذكر وكزمازج وعفص وجل نار وورد، وورد سماق وجفت البلوط وسنمكي وحب الآس، مقادير متساوية ناعمة ويستن بها، يعني أن هذه خلطة يستن بها. أما ما يجلو الأسنان فهو دقيق شعير معجون بالعسل محرق وتين محرق 3 دراهم من كل واحد، وزبد البحر، أنا اللي أعرف زبد البحر لكن شفتها مكتوب زبد لما رجعت للمعاجم، لا أعلم ما هو الصحيح. وشيح محرق وسرطان بحري وقشور بيض محرق من كل واحد 1 درهم، يدق الجميع ناعما واستن به فإنها تجلو جلاء قويا. بصراحة يعني خلطة كثيرة، يعني الحين المعجون المبيض يريح ولا، لكن المهم يظل أنه كان له دور في هذا الشيء، يعني أنه خدم البشرية في وقتها. قروح اللثة وأورامها إذا لم يخرج منها الدم يستعمل فصد القيفال اللي ذكرناه، اللي هو العرق الذي يمتد من الذراع إلى الرأس ويخدم الرأس والأسنان وغيرها. فصد القيفال والحجامة، الحجامة معروفة عند الجميع. ثم ينقى البدن بدواء مسهل والمطبوخ، يعني المطبوخ من الأكل يقال، يعني أنه التغذية. وتمضمض المريض بالسماق الممروس في ماء الورد، ويغذى بالأغذية اللطيفة ولحوم الفراريج والطواهج. طواهج عادي منتشرة عندكم يا المغاربة، لذيذة جدا. طواهج اللي هي طواجن، وذا الطواهج بحث عنها نقصد بها الطواجن، وما شاء الله المغرب مشهورين فيها، طواجن جميلة ما شاء الله ولذيذة. أنا شهيتكم وقت الغداء قريب إن شاء الله. طيب، والطواهج المعمولة بماء الرمان وماء الزرشك لتقليل الالتهابات. قروح اللثة، ورق السرو وجوزه، وجل نار وعفص وكزمازك، مقادير متساوية، تطبخ بغمرها بالخل طبخا جيدا، ويتمضمض بالخل أو ماء عصر راعي وماء عنب الثعلب، تمزج بالخل ويتمضمض به. خروج الدم من الأسنان أكرمكم الله، بزر الورد وورد وسماق، مقادير متساوية، تطبخ بماء ورد وتصفى وتخلط بقليل من ماء عصر راعي وماء لسان الحمل ويتمضمض به، فإنه يقطع الدم وينفع البثور والورم الحار العارض في اللثة. البخر ونتن الفم اللي الريحة السيئة أو المزعجة من الفم، باستعمال السواك بالسعد، وأحيانا تأتي بالضم بالسعد، أتت باللفظين، والإذخر والصندل الأبيض يطيب النكهة ويزيل البخر ونتن الفم. لشد اللثة وتطيب النكهة، قرنفل وصندل وبزر الورد.
من كل واحد 5 دراهم وقزمازز وقشور الأترج من كل واحد 2 درهمين وعود هندي ومصدقة وكبابة من كل واحد 2 درهمين مش الكباب لا هذه نبتة يدق الجميع واستعمل عند الحاجة أو عود هندي وقرنفل ومصدقة يدق ناعما ويعجن بشراب ويحبب يعني يعمل مثل الحبوب يعني دوائر صغيرة هذا كما وجد تعريفه ويجفف في الظل ويمسك في الفم أساس أنه يمص يعني أو يستحلب على حد قولكم الرطوبة أو اللعاب التي تسيل من أفواه الصغار يمسح الفم بأقاقية منقوع في شراب فإنه يقطعه وجدت أنه الأقاقية نبتة مغربية لا أعلم مدى صحة هذا الكلام الآن توجد بعض الصور لل... نعم آخر نعم إن شاء الله حاضر طيب هذه بعض الصور نباتات التي وردت وموجود بسمياتها والرئيس يذكرني بأنه بقي دقيقة وقال دقيقتين بس أنا اختصرت هذه هي النباتات التي وردت في المخطوط هذا الأبيض اللي فوق هذا حتى تعرفون هذا هو هذا الأبيض وجدته زبد البحر وأنا اللي أعرف زبد البحر وهذه النتائج النتائج أنه علي بن العباس لم يكن مؤلف كتاب الطب فقط بل طبيبا ممارسا يستدل على ذلك بما كتبه عن الأمراض وعلاجها والتدابير الوقائية لها قدم العديد من النصائح ولم تكن وليدة الوقت بل كانت عن تجارب مر بها له خبرة في الأدوية المفردة وتركيب الأدوية المركبة لذلك يعد من البارزين في علم الصيدلة أيضا الحرص والحث على ضرورة مداولة أمور المرضى مع الزملاء من الأطباء والأساتذة ودليل ذلك إراده بعض الوصفات لبعض الأطباء ثم التركيز على الأدوية المفردة قبل المركبة شكرا لاستماعكم